تسمعوا نفيس في قصة على الفريكانس 9.2. تسمعوا نايت كلوب كل يوم الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش. هذا الكل أكثر من تسعة حتى للنص الليل على ديوان فام. ديوان فام ديوان فام صوتكم في 60 دقيقة. مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا للناس الكل اللي تتواصل معنا، شكرا على تفاعلكم. نحكيه على قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية، هو مشروع قانون مازال تحت الدرس لدى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان. دكتور نبيه ثابت رئيس اللجنة، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك. مساء النور، مساء كيف مستمعين ديوان فام، وكيف هذه صفاتس صفاتس الغالي على القلب، صفاتس عديت فيها أحسن سنين عمري. شكرا. هو احنا في صفاقس وفي تونس وعلى كل تروت ونبثوا في مختلف ولايات الجمهورية، أما صفاقس بالذات عندك حنين لصفاقس بالذات. تربي أحلى سنوات شباب عديتها في صفاقس. أيوة بيه الحمد لله، نفكركم حاجة بيه بصفاقس، نفكروك بحاجة بهي على قليلة. شكرا لك، مرحبا يا دكتور. نحكي على مشروع قانون حقوق المرأة المرضى والمسؤولية الطبية، شنو جديد المشروع القانون هذا؟ هو إن شاء الله من أمس بعد تغير ولا حطوط القانون الأساسي لحطوط المتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية. دونك هذا القانون هي الطبيعة قانون المتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، الخدمات الصحية والمسؤولية الطبية. أي دونك هي الطبيعة لا تاب الفراغ، وهذه القاعدة الأولى. والقاعدة الثانية أنه أي إنسان يخدم ينجم يغلط. أي جيت الفلسفة بتاع القانون هذا هي احنا كلنا في نحبه أنه تونس دولة اجتماعية، وتونس دولة تعطي الحق للمواطنين في تونس وتعطي الحق هذا اللي يخدمه في تونس. أي طبيب ينجم يخدم خدمته ينجم يكون بخطأ واضح، هاي خطأ غير متعمد. إذا نحكو على خطأ غير متعمد، مانيش نحكو على جريمة في حق المواطن، نحكو على خطأ غير متعمد من أحد الأطباء أو أحد الإطارات أو الأعوان الصحة في حق المواطن. دونك جت الفلسفة هذه، الفلسفة تاع القانون هذا، إنه المواطن له الحق في التعويض الأدبي المعنوي والمادي. وزاد يلزمنا نحمو الأطباء نتاعنا إنهم كي يرتكبوا أخطاء باش من انهم يطبق عليهم القانون الجزائي. معناه ما يشدوش الحبس. مش ما يشدوش الحبس. ماله؟ اليوم اذا خطا غير متعمد ما هو جريمه، علاش يطبق عليه في القانون الجزائي؟ هذا ما ينجمش يكثر من الاخطاء الغير متعمده دكتور. لا، ما ينجمش يكثر من الخطا الغير متعمد، خاطر احنا في الجهات الكل باش نحطوا لجان باش تخدم باش نقولوا خطا او متعمد او غير متعمد. هي لجان طبية باش تنظر في عمل الأطباء، مش لجان طبية، لجان حتى قضاة من المحكمة الإدارية، قضاة من المحاكم، مش باش تكون فيها كان طب. سامحني نعطيك حاجة. إي أعطيني. تو باش يعمل عنده بيرمي وعنده كهرباء سيارة ويسوق ونجم بخطأ يعمل حتى جريمة قتل. إي أكيد نجم. إي ونشوفوا فيها هذه خطأ هكا ولا. علاش نحطموا له مستقبل في القانون التونسي؟ حتى في القانون الجزائي ما تتحطمش المستقبل نتاعو. فهمتني؟ ثم تعويض للمواطن اللي صار عليه الخطا هذاك. ثم اسيرونس. ثم الاسيرونس. ثم التعويض. معناها باش تكون كي الاسيرونس هذايا؟ باش تكون نفس الشيء، هو في نفس التوجه. ونعرف الكل انه هذه الاخطاء الطبيه او الاحكام الجزائيه اللي صارت على الاطباء، ثم عديد الكفاءات التونسيه اللي هجرت، مش هجرت انه تلوج على المادة، هي ثم اسباب تلوج على المادة، ما يسمى كفاءات تونسية اللي هجرت خوفا من انه يطبق عليه قانون جزائي في خطأ طبي. تو علاش احنا نسبقوا الخطأ قبل ما نسبقوا ان واحد قوم بالعمل نتاعه على اكمل وجه دون ارتكاب خطأ؟ اكيد باش يقوم بالعمل نتاعه على اكمل وجه. وحتى الفلسفة بتاع القانون المرة هذه مش الدولة اللي باش تعوض. مالا شكون باش يعوض؟ هما عن طريق ليزاسيرونس وعن طريق شركات التامين باش يعوضوا المساحات، باش يعوضوا الاطباء اللي حالين بكابيني خاصه، باش يعوضوا الاطباء اللي يخدموا اكتيفيتي كومبليمونتير او اكتيفيتي بريفي في المستشفيات، باش يعوض المستشفيات. معناها ضرائب جديده هذه باش تفرض عليهم؟ مش ضرائب. معناها شنو هي؟ مساهمه.
أسيرونس. نعم معناتها الكل لازمهم ينخرطوا في الأسيرونس هذايا؟ أكيد، وهذا اللي خذيناه من عند تعهد حتى وهو القانون تعدى 2014 2015 في مجلس النواب ما تعداش، 2019 في مجلس الدورة الأخرى في مجلس النواب ما تعداش، وصل جلسة عامة ووقتها سحبه في 2020. علاش ما تعداش؟ خاطر تسمى حكاية الصندوق. اليوم إذا مستشفيات والبرسونال تاع المستشفيات هما باش يخلصوا الصناعات نتاعهم، المستشفيات أو الكلينيكات أو الحاليين خواص باش يحرصوا، ونعرف الكل إذا أنت حامل أسيرونس على سيارتك وما تعملش حوادث تطيح الأسيرونس العام اللي بعده، إذا تسمى حوادث كبيرة صارت وحوادث تشتغل الأسيرونس، هذه فلسفة تاع الأسيرونس. إي دونك اليوم الأطباء ولا العوان تاع الصحة الكل ماناش باش نخرجوهم من المسؤولية نتاعهم، مي تم حاجات يلزمنا خلوهم يخدموا أثرت على سير العمل. أنا نعطيك ديزيكزومبل اللي صاروا. إيوا نجم يقول لك زاد خطأ، يقول لك الأسيرونس تتعوض كما قاعد يصير توا معناتها في ليزاكسيدون دو روت، يقول لك ما عندك شيء عندي برا الأسيرونس توا هي تعوض لك. لا لا خاطر إذا ساعديك ما عادش خطأ ولا جريمة. معناتها هوني باش يتم الفصل بين الخطأ والجريمة. أكيد جدا. الموفوتيزم احنا في تونس الموفوتيزم جريمة. دي متعدي انت واللي جين هذايا باش تكون معناتها قانونية كيفاش باش يتم تركيزها في كل ولاية؟ باش تكون قانونية في جهات الكل وباش تكون ثم المواطن لجان مستقلة وكيما تحت إشراف شكون؟ تحت إشراف الوزارات، وزارة العدل، وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية، الوزارات الكل. واللجان دي حتى المواطن ينجم يمشي للمحكمة وتحكم له بالتعويض اللازم. معناها اللجان هذه حتى تنجم تاخذ تظلمات من مواطنين مثلا؟ تنجم تاخذ تظلمات من المواطنين، تنجم إذا هو انخرط في الصلح هي باش تكون اللجان تخدم على الصلح ما بينات السكتير سانيتير والمواطن. إذا مواطن يحب يمشي للقضاء باش يمشي للقضاء، لمن ينجم يمنع تونسي تو باش يمشي للقضاء وتوجه للقضاء. واضح. أما الحاجة الجديدة أنه فما تعويض مالي في الموضوع. تعويض مالي لازم. واضح. تعويض مالي وتعويض حتى والطبيب في الخطأ في عند ارتكاب خطأ طبي عن غير قصد ما فماش مسؤولية جزائية في الموضوع. تسقط المسؤولية الجزائية. إذا ثم إذا هو خطأ. خطأ عن غير قصد. أما الموفوتيزم تو طبيب كيجي متعدي في كرهبته في أوتورود ويلقى أكسيدون وما يقومش بإسعافات أولية للمريض هذاك يطبق عليه القانون الجزائي. فما بالك في سكتير أوسبيتاليا. واضح. واضح جدا. وذا وقتاش سيقع عرضه على الجلسه العامه للمصادقه عليه حتى يصبح قانون؟ هي كانت اول حاجه باش نكونوا واضحين مع بعضنا، هي مبادره احنا نواب الشعب، هزينا القانون القديم ودرسناه وعملنا فيه تغييرات وعملنا فيه حاجات. كانت اول جلستين مع النواب المبادرين بالقانون هذا. أمس أول أمس صارت الجلسة مع السيد وزير الصحة مع وزارة الإشراف، جابوا لنا تنقيحات وجابوا لنا القانون اللي هو مخدوم في وزارة الصحة. أنا ولد وزارة الصحة خاطر أنا كنت طبيب في الجنوب وكنت مدير جهوي 9 سنين في الجنوب. 9 سنين مدير جهوي بولاية توزر. تحية لتوزر. أنا نعرف تحية لتوزر بلادي. كنت 9 سنين مدير جهوي ونعرف معناها حاجات في الوزارة ونعرف القانون هذا بالبدا. دونك جاتنا امس تنقيحات من وزاره الصحه شفناها مع بعضنا ولانس شفناها. دونك بالتو باش نمشوا انه باش نشوفوا كامل الهياكل الاخرى، باش نشوفوا الوزارات الاخرى اللي يعني عندهم ديسكتير سانيتير كيما وزاره الدفاع، كيما وزاره الداخليه، كيما وزاره الشؤون الاجتماعيه، عندهم ديسكتير اللي هما يخضعوا للوزارات هذوكم. الكلينيك نتاع الضمان الاجتماعي يخضع لوزاره الشؤون الاجتماعيه مش لوزاره الصحه. وباش نشوفوا العمادات وباش نشوفوا النقابات وباش نشوفوا زاد عماده وزاره الماليه وباش نشوفوا مازلت برشا خدمه معناتها شركه الاسيرونس. ان شاء الله انا الحاجه الوحيده نقعد بها ان شاء الله الدوره هذه القانون هذا يشوف النور ان شاء الله. شكرا جزيلا. القانون هذا لصالح المواطن ولصالح موظفي وعوان وإدارات الصحه، المواطن لصالح المواطن. شكرا لفضلك دكتور نبيه ثابت رئيس لجنه الصحه وشؤون المراه والاسره والشؤون الاجتماعيه وذوي الاعاقه بالبرلمان. شكرا على كل هذه اللطف.